لقد رأى علماء الأمة وجوب الخروج على مسيلمة الكذاب الذي يسمى بشار الأسد. وصف بشار الأسد بمسيلمة الكذاب وعلماء السلطان بالمنافقين المذبذبين. دعاه القصر الجمهوري للعودة إلى البلاد فوافق بشرط واحد، ثم أسهم بقطع العلاقات الإندونيسية مع نظام الأسد فحاول اغتياله. اختلف مع البوطي منذ عهد حافظ ووصفه بالعالم الذي ساند الظلم والطغيان. الشيخ الثائر محمد علي الصابوني أحد أبرز علماء الشام في عصره ورئيس رابطة العلماء السوريين. ولد الشيخ الصابوني في مدينة حلب سنة 1930. تلقى تعليمه بداية على يد والده الشيخ جميل الصابوني، فحفظ أجزاء من القرآن في كتاتيب المدينة، ثم أتمه في المرحلة الثانوية حيث درس بدايتها في الثانوية التجارية، إلا أنه سرعان ما تركها وانتقل إلى المدرسة الخسروية الشرعية التي تخرج منها سنة 1949. ونظراً لتفوقه الدراسي ابتعثته وزارة الأوقاف ليكمل تعليمه في جامعة الأزهر بالقاهرة، فأتم تعليمه العالي وحصل على شهادة في القضاء الشرعي، ثم عاد إلى مدينته حلب ليعمل كمدرس فيها إلى أن انتدب إلى المملكة العربية السعودية للتدريس في كلية التربية بمكة وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز، وبقي يعمل كمدرس فيها 28 عاماً، ثم أسندت إليه مهمة البحث في مركزها إحياء التراث الإسلامي، ليعمل أخيراً في رابطة العالم الإسلامي كمستشار في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. نشاط دعوي في بلاد الحرمين. لم ينشغل الشيخ الصابوني رغم عمله ومسؤولياته عن الدعوة لله في بلاد الحرمين من خلال دروسه في المسجد الحرام بمكة المكرمة وتصدره للإفتاء في مواسم الحج، كما كان له درس أسبوعي في التفسير في أحد مساجد مدينة جدة امتد لما يقارب 8 سنوات، فسر خلالها لطلاب العلم أكثر من 1/3 القرآن الكريم وهي مسجلة على أشرطة كاسيت، كما سجل لمدة 2 شهر نحو 600 حلقة تلفزيونية في تفسير القرآن الكريم، وشارك في الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية، كما خصص وقتا للتأليف والتحقيق حيث أصدر ما يقارب 60 كتابا ترجم معظمها إلى عدة لغات. يأتي على رأسها صفوة التفاسير، الكتاب الأشهر في مكتبات طلاب العلم، وكذلك روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن، كما قررت العديد من كتبه في المناهج التعليمية العالية في المعاهد والجامعات. ونظراً لجهوده المتواصلة في خدمة الدين الإسلامي والمسلمين، تم اختياره سنة 1431 هجرية ليكون شخصية العام الإسلامية. دعوة من القصر إلى قائمة الاغتيال. في الأشهر الأولى للثورة السورية وتحديداً يوم 24 من مايو أيار سنة 2011، اتصل نظام الأسد عبر القصر الجمهوري بعائلة الشيخ الصابوني لحثه على العودة إلى سوريا وتهدئة الأمور وفتح حوار مباشر مع رأس النظام لتسوية الأوضاع، ليكون رد الشيخ في اليوم التالي الذي شهد مقتل الطفل السوري حمزة الخطيب بالقبول والموافقة بشرط واحد، وهو أن يكون حمزة الخطيب حاضراً برفقة الشيخ الصابوني أثناء حواره مع بشار الأسد، ليعاود مكتب القصر الاتصال مرة أخرى وكيل الوعيد والتهديد ليوضع الشيخ لاحقاً على قائمة الاغتيال، وهو ما كشفه عماد الحراكي الدبلوماسي المنشق عن القنصلية السورية في مدينة جدة السعودية. نعم. يعني هل لك أن مثلاً تقول لنا عن هذه الشخصيات التي وردت ضمن المخطط سواء كانت سعودية أو سورية؟ وطبعاً في الشيخ محمد العريفي، الشيخ محمد علي الصابوني. قطع العلاقات. لم يكتفي الصابوني برفض لقاء الأسد، وإنما عمل على إظهار إجرام ميليشياته واستبداد نظامه في منابر عربية ودولية سنة 2013، وخلال تلبيته لدعوة من طلابه الإندونيسيين لزيارة إندونيسيا، وأقام مهرجانا في العاصمة الإندونيسية حدث الحضور عن نظام الأسد وجرائمه منذ عهد حافظ الأسد،
ثم التقى الصابوني بالرئيس الإندونيسي الأسبق سوسيلو بامبانغ فحذره من التشيع الذي بدأ ينتشر في البلاد، وهو ما أثار استياء السفارة الإيرانية من نشاط الشيخ الذي حث الرئيس الإندونيسي على قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، لتنشر الصحف الإندونيسية في اليوم التالي من اللقاء خبر إقرار الرئيس بقطع العلاقات مع نظام الأسد. الصابوني والسلطان وبينهما البوطي الذي حرمه أن نخرج على الحاكم الذي في عنقه بيعة من المسلمين، أما الذي يتكبر ويتجبر ويفرض نفسه ثم ينحرف كل الانحراف عن دين الله هذا مجرم، هذا يجب مقاومته. يرى الشيخ الصابوني حكم الخروج على الحاكم بين الحرمة والوجوب، فيضع معيارا لذلك هو اختيار الشعب له، وأن يكون عادلا يطيع الله في أمورهم فتكون طاعته واجبة ولا يجوز الخروج عليه. أما الحاكم الذي جاء بانقلاب عسكري على ظهر دبابة فغصب الحكم غصبا ولم يرع في أهل البلد إلا ولا ذمة، فالخروج عليه واجب وينبغي عزله ودفع ظلمه. ويرد الشيخ على حزب البعث الحاكم وعلماءه في قضية تحريم المظاهرات بأن التظاهر من الإسلام. ثم التظاهر الذي حرمه البعض، وخرج أول مظاهرة يتقدمهم عمر والثاني حمزة رضي الله عنه 40 شخص فقط. موقف الشيخ الصابوني من الحاكم ترجمه بدعوته العلنية إلى النفير ضد بشار الأسد وميليشياته، وهو ما يختلف تماما عن موقف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. كان معيار البوطي الوحيد للخروج على الحاكم هو كفره الصريح بالإسلام. بدأ خلاف الصابوني مع البوطي في مسألة الخروج على السلطان منذ عهد الأسد الأب، فأخذ على البوطي خلال لقاء جمعهما في دبي وقوفه إلى جانب حافظ الأسد ثم الصلاة عليه والقيام على جنازته والبكاء على قبره، وهو المجرم المنافق الذي سجن وقتل وارتكب أبشع الجرائم بحق السوريين، ليرد البوطي بالقول أشققت على قلبه؟ فما كان من الصابوني إلا أن أجاب البوطي بالقول إنما نحن شهود على الأفعال والأقوال، وتابع رده بالقول لقد اختلفنا مع الشيخ البوطي منذ عهد المجرم المنافق حافظ الأسد، إذ وقف إلى جانبه آنذاك ثم صلى عليه وقام على جنازته، والله جل ثناؤه يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما معنى ولا تقم على قبره؟ أي لا تشهد جنازته، لأن غضب الله عز وجل ينزل على تلك الجنازة. ومع انطلاق الثورة السورية توسعت دائرة الخلاف بين الرجلين، بين من يرى الثورة على بشار الأسد محض مؤامرة على الإسلام والمسلمين فدعمه وسانده وأعلن الجهاد مع ميليشياته، وبين من وصف بشار بمسيلم الكذاب ودعا للخروج عليه ورأى في البوطي مخالفا لعلماء الأمة قاطبة ومساندا للأسد في الدماء التي وصف البوطي سافكيها من جنود الأسد بالصحابة، فكان العالم الذي حكم على نفسه بالتبعية للظلم والطغيان على حساب الحق والعدل. وهو ضرورة الاستنفار لتقف مع الجيش النظامي لهذه الأمة في خندق واحد. لقد رأى علماء الأمة وجوب الخروج على مسيلمة الكذاب الذي يسمى بشار الأسد، بعد أن استفحل طغيانه وإجرامه قتلا للبشر وتدميرا للحجر. قتل البوطي، فخرج الشيخ الصابوني في فيديو مسجل على قناته متهما نظام الأسد مباشرة بقتله بهدف التحريض الشعبي على الثوار، وحمله دماء الأبرياء التي أريقت بفتاويه، وأطلقت يد الأسد نحو مزيد من الإجرام. أقول إن الدكتور البوطي الذي أفضى إلى ربه قد حمل في عنقه دماء كثيرة، فقد كانت خطبه تطلق يد القاتل باسم الدين،
وتدفعوا لمزيد من الطغيان، حتى شاء الله أن يجعل سهم بشار القاتل في صدره. كلمة حق عند سلطان جائر. لم يتوانى الشيخ الصابوني عن الجهر بمعاداة نظام الأسد والدعوة إلى وجوب الخروج عليه، فتصدر المشهد بوقوفه ضد عمائم السلطان المذبذبين في النفاق، وعلى رأسهم أحمد حسون الذي وصف الصابوني فتاويه بالفتيل الذي يشعل حربا طائفية. سيرحل الأسد يوما ويطمس ذكر الجلاد، ويبقى اسم الشيخ الذي وقف ضد إجرامه حاضرا إلى الأبد في أذهان من ناصرهم من الضعفاء. فشتان بين عالم سخر علمه في خدمة شعبه ودينه، وآخر أفتى للجلاد بالضرب بيد من حديد، فقتل بفتاويه مئات الآلاف وشرد ملايين البشر، بين من رأى الظلم فهب لنصرة المظلوم، وآخر سكت عن الحق فكان شيطانا أخرس، بين من وهب حياته ليبرر بطش الحاكم وسرقة الوزير فداهن السلطان ومالأ البلاط، وبين من ينافح بلسانه عن الثورة لآخر لحظة حتى غدا مقصد أهل العلم من كل حدب وصوب. فالرجال تعرف بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال.